أصحاب المعالي أيها الحفل الكريم، يتفضل الآن معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بلغنيم بإلقاء كلمته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وجميع من والاه واهتدى بهداه. أخي الدكتور عبد العزيز السعاتي مدير جامعة الملك فيصل، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني باسم وزارة الزراعة الترحيب بكم والمشاركة في هذه المناسبة العلمية المباركة لعقد ندوة النخيل الخامسة التي دعت إليها ونظمتها مشكورة جامعة الملك فيصل في الأحساء، أرض النخيل والتمور والمنطقة ذات التاريخ العريق في زراعة النخيل وتصنيع تموره ومشتقاته، وذلك لتدارس وبحث ما يهم هذه الشجرة المباركة في هذا الوطن الغالي. للنخلة معاني عظيمة في نفوس أبناء هذا الوطن بما تحمله من ماض عريق وتاريخ طويل كانت من خلاله ولا تزال مصدر الغذاء والرخاء وشعارا يمثل الوطن. وتعتبر المملكة من أهم الدول المنتجة للتمور في العالم، فقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل حوالي 156,000 هكتار، وبلغ عدد النخيل 24 مليون نخلة تنتج ما يقارب 1 مليون طن من التمور من حوالي 400 صنف. ويأتي هذا المحصول في الدرجة الأولى من الأهمية كماً ونوعاً بين محاصيل الفاكهة. ولهذا أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها للمحافظة على النخيل وتنميتها من خلال دعم وتشجيع وزارة الزراعة للمزارعين بمنح الأراضي وتقديم القروض والإعانات وشراء جزء من إنتاج مناطق المملكة بسعر مجزئ وتصنيعه والقيام بمهام الإرشاد الزراعي للمزارعين ومكافحة الآفات التي تصيب النخيل. ويأتي في مقدمتها مكافحة سوسة النخيل الحمراء، تلك الآفة الخطيرة التي تهدد أشجار النخيل، حيث استشعرت وزارة الزراعة منذ اكتشافها خطورة هذه الحشرة وقامت بتنفيذ عدد من البرامج والحملات لمكافحتها في مناطق الإصابة بالمملكة، وكذلك الحد من توسع دائرة الإصابة مع تسخير كافة متطلبات أعمال المكافحة من المبيدات وأجهزة الرش والحقن والسيارات والمعدات والكوادر الفنية والعمالة وآلات فرم النخيل. ولا تزال الجهود مستمرة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز متخصص لأبحاث النخيل والتمور في محافظة الأحساء يعنى بإجراء الأبحاث والتجارب الخاصة بالنخيل والتمور في مجال الإنتاج والإكثار والوقاية والتصنيع والتسويق، وسيتم عرض بعض منها خلال هذه الندوة. ويحتوي هذا المركز على مختبرات لإجراء الأبحاث باستخدام التقنية الحيوية التي تمكن من المحافظة على الأصول الوراثية، وذلك بمعرفة وتحديد العلاقة الجزيئية للبصمة الوراثية، وهذا يوثق أصناف النخيل ويسهل تجميعها في أطلس لأهم الأصناف التجارية. ومن أجل التكامل في النشاط البحثي وتنمية وتطوير القوى البشرية والتدريب وتبادل المعلومات، فقد جرى إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الزراعة وعدد من الجامعات وفي مقدمتها جامعة الملك فيصل بالأحساء، كما أن هناك تعاون مع المنظمات الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، وبالمثل مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا. والوزارة تشجع وتدعم الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق التمور، وتشارك في المعارض الدولية بهدف التعريف بالتمور السعودية وتسويقها.
كما أنشأت مصنعاً لتعبئة التمور تحت إشراف هيئة الري والصرف بالأحساء لشراء تمور المزارعين وتعبئتها وتقديمها من ضمن المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي. كما بادرت الوزارة تبني إنشاء المجلس الدولي للتمور، وقد صدرت الموافقة السامية على أن تكون الرياض مقراً لهذا المجلس الدولي تقديراً لمكانة المملكة الرائدة في إنتاج التمور. أيها الأخوة، تعتبر التمور محصولاً ذو أهمية اقتصادية كبيرة لشريحة لا يستهان بها من المزارعين، وقد حرصت الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في تطوير وتنمية هذا المحصول وزيادة مردوده على الاقتصاد الوطني، وقد تولد عن هذه القناعة إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لمجلس الغرف السعودية، والذي يعمل بتنسيق تام مع وزارة الزراعة، والذي نتوقع أن يكون المحرك الأول لتطوير وتنمية محصول التمور في المملكة. أشكر كل من ساهم في إعداد وترتيب هذه الندوة من جامعة الملك فيصل، ومن شارك في فعاليتها متمنياً لهذه الندوة النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات واقتراحات بناءة لخدمة هذه الشجرة إنتاجاً وتسويقاً وتصنيفاً، والتي سوف يتم أخذها بإذن الله بعين الاعتبار من قبل المسؤولين في الوزارة في سبيل النهوض بزراعة النخيل وإنتاج التمور. وأدعو المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله. والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.